أقامت هيئة المحطة النووية لتوليد الكهرباء فعاليات هندسية للإعلان عن بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالثورة المصرية في 30 من يونيو و 23 من يوليو. ويمثل حدث الصبة الخرسانية الأولى حدثا هاما في مسار تنفيذ المشروع وانتقال مصر لأول مرة من دولة تخطط لإنشاء محطات طاقة نووية والدخول في مصاف الدول التي تنشئ محطات نووية طبقا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعد تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء عنصرا مهما في المحاور الرئيسية ضمن رؤية مصر 2030، وذلك من خلال توليد كهرباء بدون انبعاثات كربونية وبسعر تنافسي. تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجا وات بالتعاون مع الجانب الروسي. وفي ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقا للمخطط الزمني المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 29/6/2022 من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية لمحطة الضبعة السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقد جاء الحصول على إذن الإنشاء تزامناً مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيو المكينة.